صباح الخير او مساء الخير يا برج الثور. طيب برج الثور، هنبدا على طول في القراءه العامه، نشوف طاقتك وطاقه الشريك. انت بتحبه جدا وشايف ان انت معاه، يعني شاعر بالطمانينه او كنت شاعر بكده، بس انت خايف. بص، خايف ازاي؟ خايف يعني مش عارف، انا ما صدقت استقريت. يعني انت عمال تقول لنفسك انا ما صدقت استقريت تاني، انا ما صدقت رجعت تاني لحياتي مره تانيه. يعني انت جاي بقى تبوظها لي، وخايف تخش اخش فين واخش فين. عشان كده عامل لي وش اللي هو سريع، ردة فعل سريعه. انا مش عايزك، ما تجيش هنا تاني، او مثلا مش ما تجيش هنا تاني. انت عملت وانت سويت وانت رحت لواحده تانيه وانت بعتني وانت كذا، او انت بعدت لوحدك، او صدقت الكلام عليا وحش ويلخ. وده دفاع عن النفس برضه. يعني ممكن الشخص ده جاي يقول لك انت اللي سبت مثلا، تقول له انا سبت، انا ما عملتلكش حاجه، ده انت وقلق. ولكن في داخلك في مشاعر، مشاعر حلوه. بس احيانا لما الواحد بيحصل له موقف من شخص معين بيتقفل منه. طيب هو شايفك ازاي بقى؟ بص، هو عارف هو عمل ايه من الاخر، مش هكدب عليك. عارف ان انت مجروح منه قوي قوي. انا بقول احتمال تبقى علاقة ثلاثية، وان انت اكتشفت العلاقة الثلاثية وحياتك يعني اتدمرت بعد اكتشافك لهذه العلاقة. وشايفك ايه كمان؟ شايفك ان انت الدفء، انت اللي كان معاك بينبسط، انت اللي كان معاك بيحس بالطمأنينة. بص الكارت ده، الكارتين دول ليهم معنى، بيحس معاك بان هو ده المصير، هو ده الشخص اللي انا عايزه، دي الزوجة او ده الزوج اللي انا كنت فيه ده كنت هبل، او العلاقة اللي انا كنت فيها دي كانت علاقة عبيطة. هو بيقول لنفسه كده، وشاعر بانه كسرك. يعني اوعى تفتكر بانه مش حاسس، لا حاسس وعارف هو عمل ايه كويس قوي. مش عبيط هو، لا 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 مش عبيط، هو عارف كويس قوي هو عمل ايه. ممكن يكون هذا شخص برج ترابي هوائي، ان لسه ما ظهرتش ابراج قدامي بالظبط. يعني كل حاجه هاخدها اقول لكم ابراج ايه، بس ترابيه وهوائيه. طيب، لان دي مش كارت برج اصلا، بس يعني او مش كارت برج اساسي، في كل الابراج الهوائيه والمائيه وكل. فالشخص ده حرفيا شايفك ان انت قلبك اتوجع منه وصبرت عليه كتير قوي، صبرت عليه كتير قوي. انت اللي تستحقه في الاخر، يعني هو شايف كده، انت اللي تستحقه في الاخر. وكان بيقضي معاك وقت لذوذ جدا، وحد لذوذ وحد عاطفي وحد جميل، حد كان موفر له الامان، الامان. ولكن ان كنتوا بتسالوا على علاقه ثلاثيه، فالعلاقه الثلاثيه انتهت. لو كان محتار ما بينك وبين حد تاني فهو رحل منها خلاص، وتعلم درس. دي كارما، دي علاقه كارما، خارج من علاقه كارما الشخص ده. طيب انت شايفه ازاي بقى؟ طبعا انت شايفه شخص الشخصية دي، بص بقى ركز معايا، الشخصية دي او الشخصية اللي انتوا بتتعاملوا معاها دي ممكن يكون ليها اكثر من وجه. يعني ايه اكثر من وجه؟ يعني ممكن يكون شخص مستقر جدا جدا وذكي جدا، و بيعرف يفكر ويعرف يدبر ويعرف يستقر في العلاقة ويدي وياخد وكل حاجة، وفجأة فجأة 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 ينقلب هذا الوجه وتلاقي شخص تاني اتقلب حرامي. مش حرامي بالمعنى الأدق، لا، حرامي يعني بيجري. انت شايفه مش عقلاني بالظبط، هوائي شوية. يعني ممكن يكون اي واحدة تبسبس له مثلا شوية كده يروح وراه. فانت شايف ان هو محتاج حكمة، محتاج ينضج، لان ده شخص على فكرة مش ناضج، ده شخص بيسترسب كده من المكان ويمشي. هو ذكي على فكرة جدا جدا، ولكن بقى هو بوجهين، مرة يبقى مستقر وناصح وعاقل والعلاقة ماشية تمام، والمرة التانية تلاقيه شاف حاجة تانية لفتت انتباهه فيروح لها. ممكن تكون شايف ان هو بصباص، يعني لو ولد مثلا بتاع بنات، لو بنت اب ممكن تبص كده وتقارن،
تقارن تقول طب اللي معايا احلى ولا التاني، انت شايف ان هو ناقص نضج، ما عندوش نضج، ما عندوش حكمة، محتاج يبقى عنده حكمة في الامور، محتاج يتدبر الامور، لكن هو شايفك ان انت شخص جميل جدا، وهو دي الحقيقة اكيد، لان هو عايز يرجع، يبقى هو شايفك ان انت شخص كويس، لكن انت شايف ان هو شخص شخصيته متقلبة، ما عندوش النضج الكافي لإقامة علاقة. مرة يبقى مخلي العلاقة مستقيمة جدا وما يبصش لحد ويبص للعلاقة ويهتم بيها، والمرة الأخرى ينقلب على الوجه الآخر ويبقى حرامي ياخد يمشي من العلاقة بدون أي سابق إنذار ويمشي، خلاص خلصت العلاقة انتهت. إزاي يا ابني؟ مش إزاي، ممكن يكون كمان ما بيسيبش أثر، يعني مثلا ما يديكيش خبر إن إحنا مثلا بعدنا أو بتاع، لأ. عشان كده هو كان شايف بالظبط، هو شايف ان العلاقه ما فيهاش توازن بالظبط، وهو اللي هو سبب في ذلك، هو كمان اللي شاعر ان هو ما كانش مدي حق لهذه العلاقه بالظبط كده، وعايز يرجع يدي حق لهذه العلاقه، شعر يعني بحقيقه الامر بانه ما اداش حق لهذه العلاقه، وفعلا هو ما اداش حق لهذه العلاقه، يعني مشي منها جري جري. فهو شخصية فعلا محتاجة، يمكن تكون محتاجة نضج فعلا، لانه بصوا كمان هو اعتقد ممكن يكون هوائي، انه بيفكر كتير جدا جدا، يعني التفكير اللي هو زيادة عن اللزوم، اخد دي ولا اخد دي، اروح للدي ولا اروح للدي، كمل في العلاقة دي ولا كمل في العلاقة دي، فكان محتار جدا، ممكن يكون خلاكوا تنتظروا كتير لغاية ما اتقفلتوا وقررتوا ان انتوا تبدأوا بداية جديدة بقى. طيب الخطوة اللي عايز ياخدها البيج اوف سيرفيس، هو شخص يعني هقول لكم بقى البيج اوف سيرفيس، هو كل هنا عندي انا ما اقول لكم شعر ان هو يعني طفولي شوية، الشخص ده لو جه كلمكم مش هيكلمكم بطريقة يعني اللي هي داخلة على طول، اللي هي مثلا يقول لك ازيك عامل ايه وحشتيني وبتاع نرجع، هو هيجي والاول هيعرف عنكم معلومات، يعني مثلا اتخطبتوا، ارتبطتوا، في شيء جديد دخل حياته، شخص ده خوف جدا بيخاف على فكره، وعنده يعني جبن شويه، ولكن هيجي يجي عايز مثلا ايه، مثلا هو رافع سيفه ليه بقى؟ خايف منكم، بس انتوا خايف قوي من اللحظه دي، لحظه ما تدوله كلام، ولكن في ذاته هو عايز ايه؟ عايز يرجع، عايز يعمل العلاقة دي الاربع عصيان، يعني هو هيجي يرجع هتكتشف، يعني هتحسه كده في الاول ان هو جاي يستهبل، ممكن مثلا يكون بيقلش، يجي يتريق مثلا على صورة انتوا حاطينها، يقلش عليكم في حاجة، فتقولي ايه الهبل ده اللي جاي يقلش عليا ده، ولا يتريق عليا، ولا جاي يعمل ايه، يتصل بيكي غلط، يقولك معلش والله ايدي جت بالغلط، على يهبل كده، بس هو عايز يرجع. ما بقول لكم هو جبان شوية، بيخاف من المواجهات بالظبط كده، الشخص ده بيخاف من المواجهة، بيخاف يواجه، فدايما يبقى رافع سيفه كده ويقول له قدامه بص بقى لو جيت جنبي انا بس، هو ما بيعملش حاجة، يعني رافع سيفه كده ما بيعملش حاجة، وممكن زي ما قلت لك يتصل بيكي بالغلط، يبعت لك مسج يقول لك معلش بعتها بالغلط، الحركات دي، ولكن هو عايز يرجع، عايز يرجع ويرجع العلاقة دي تبقى مرة تانية. طب انت عايز تعمل ايه؟ انت عايز تستقر، ولكن بقى في ناس تقولك ايه، لا ده انا لو رجع انا بص بقى انا مخنوقة منه وهموت، ده اللي جواك، انا بتكلم على اللي جواك، ممكن الطاقة بتاعتك اللي بره مختلفة عن طاقتك من جواك، طاقتك اللي بره انت عايز تنتقم من الشخص ده عشان خانك، عارف عليك حد، انما من جواك ما زلت تحبه، احنا بنتكلم على اللي جواك دلوقتي، فاللي بيشاهد الفيديو اللي جواك لو دورت وركزت هتلاقي نفسك ان انت في لسه مشاعر، ما بص اهي طاقتك الخارجيه اهي، عايز تديله كلام 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 يعني ترد له كل سيف حطه في قلبك، ولكن انت تريد الانتصار. طيب هو لو رجع عادي هوش عليك، انت احتمال بنسبه 90% 90 هتتكبر عليه، هتشعر بانه عارف انت لما يكون في شعور جواك اللي هو لو جه بس تاني انا هوريه الوش الحلو، هو ده الوش الحلو، انت هتعرف على طول ما دام رجع
يبقى هو عايز يرجع، فهتتكبر عليه، هتتعالى. بص الكارتين دول هتتعالى عليه، هتحسسه بانك انت مستقر. بص كروتك كلها اهي، انت ما زلت بتحبه ولكن انت مستقر وعايز تبين له كده، انت نفسك تبين له انت ولا حاجه ولا هزني. ايه ثلاث سيوف في قلبي؟ طز. ايه يعني عرفت واحده عليا؟ طز. ايه يعني رحت لواحده صاحبتي خنتني معايا ولا ايه؟ طز. يا ابني انا ملكه، انا واحده عايشه حياتي، ما يهمنيش انت ولا غيرك ولا غيرك. فهتقول له انا مش محتاجك اصلا، انا عندي كل حاجه، كل حاجه انا عايزاها في حياتي موجوده. تيجي ما تجيش، تقلش ما تقلش، تعمل نفسك بتتصل وتقولي اصلا انا غلطت، براحتك ولا يهمني. فانت ممكن تتعالى عليه بالفعل، بالفعل ممكن تتعالى عليه، او مش تتعالى، خلينا نقولها بالمعنى الصحيح، يعني هترد عليه ولكن الرد اللي هو اللي هيجيب ولا هيود. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله بخير. انا عايز حاجه، اصلا ورايا مشوار، اصلا ورايا حاجه بعملها، اصلا كذا، اصلا كذا. وانت الظاهر فعلا يا برج الثور يمكن تكون بدات مشروع جديد بالفعل، ويعني مشهور في حاجه، او ممكن تكون كمان اخدت حاجه وكتبت على الفيسبوك مثلا بوست، ولا عملت ستوري على الانستجرام، ولا عملت اي حاجه، وشاف الحاجه دي ان انت بقيت حلو قوي، انت جميل قوي يا برج الثور. انت حلويت. انت حلويت يا برج الثور. لو واحده ست انت حلويتي قوي. انا خايف اكون راجع عشان كده، بس مش مشكله برضو، يعني مش مشكله. انت قاصد على فكره، عشان كده انت هتعمل كده لما يرجع. انا بقى بحب كده قوي، احب انا اللي يرجع ده واقعد، مش اتذل، لا مش هزله، ولكن اعرفه هو كان بيكلم مين. انت بقيت حد حلو قوي، انت اهتميت بنفسك قوي، اهتميت بمشاريعك وبشكلك كمان. لو واحده مثلا كانت تخينه شويه ولا حاجه، خست وظبطت جسمها، اهتمت بشعرها، اهتمت مثلا بانها تغير لفه الحجاب، انت بقيت حاجه حلوه، انت اتغيرت. والشخص ده مش عارف يعمل ايه، يروح لك ولا ما يروح لك. عشان كده هو جاي هيهزر الاول، هيجس النبض، يعني يشوف ايه بقى، يعني هتقبل مش هتقبل، ها اعمل ايه. ولكن هو عايز، لا هو عايزك على فكره، مش نيته وحشه ولا حاجه، بس هو عايزك، وشايفك ان انت حلويت قوي قوي قوي، يعني قوي. ده انت الامبرس والذا سان، ممكن تكون بدات حاجه جديده كمان وبقيت مشهور فيها. فايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي يا برج الثور؟ طيب هو شايف العلاقه دي ازاي؟ شايف العلاقه دي، مش بقول لك انت شايفك حد حلو قوي، شايف العلاقه دي معاك جميله قوي 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 قوي، وشايفك حد حلو قوي، وشايف ان العلاقه دي هي النجاح اللي هو ممكن يفتخر بيه، ان هو مثلا لو دخل معاك في هذه العلاقه يقدر يقول للناس انا مرتبط بفلانه. انت ممكن تكون حد مشهور يا برج الثور، مشهور في اي حاجه، ممكن تكون مشهورة على الفيسبوك مثلا، بتعمل فيديوهات، اي فيديوهات، حتى الفيديوهات كوميدية، بنت مثلا بتعملي ميك اب، انت ميك اب ارتست مثلا، بالظبط حاجة زي كده. فشايف ان هو هيبقى فخور قوي 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 لو رجع للعلاقة دي مرة تانية. انت بقى ليه بقى انا قلت لك ان انت بتحبه؟ لان انت شايف العلاقة زي ستار، انت شايفها برضو حاجة حلوة. الشخص ده ممكن يكون برضو حد مشهور على فكرة، ممكن مشهور في حاجة، بيعمل حاجة، بس انت شايف ان العلاقة دي برضو، اشوف لك كده تايب ستار دي عشان نتأكد بس. مش بقول لك انت شايفها علاقة تستحق الانتظار، انت انتظرته كتير كده بقى، ممكن افهم القصه، يعني شطر من القصه ممكن افهم. الشخص ده انت اتعرفت عليه وكان في طرف ثالث ممكن، او ما كانش في طرف ثالث خالص يا سيدي، انت اتعرفت عليه وكنت بتحبه او في بوادر حب، والشخص ده يعني كان محتار قوي 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 يدخل في العلاقه معاك ولا ما يدخلش، وبعد فتره طويله قوي يعني فقدت الامل حرفيا في هذا الشخص، وبدات يعني تبص لحياتك مره تانية وتعتني بنفسك، ظهر مره واحده او هيظهر هذا الشخص مره واحده، وانت كنت بتتمنى هذه العلاقه، بتتمناه يعني، كنت منتظره وقدمت له حاجات كتير قوي، وانت كمان شايفها على فكره التين اوف بنتكلز،
بس انت يعني هنقول هتعيش الدور عليه شويه، ومن حقك. يلا يا سيدي مش هعاتبك، من حقك ما دام هو في الاول اتنايع ويعني كان بيروح ويجي في العلاقه دي كتير، فده من حقك، مش مشكله مش مشكله. فانت شايف ان هي برضو شيء جميل، هو شايف ان هو هيحقق معاك استقرار اهو لنفسه وذاته، وانت شايف ان انت كمان العلاقه دي هتفيدك كويس قوي قوي، وهي كانت يعني امنيه بالنسبه لك. طب ما نشوف لك كده النصيحه. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا برج التور، النصيحه بالمختصر المفيد كده بتقول لك تمسك بهذه العلاقه من الاخر. انا يعني شعر ان انت ممكن تكون يعني يعني ماشي، لو عايز تديله كلام وتحسسه بانك يعني ذو قيمه براحتك، ولكن العلاقه دي علاقه هيبقى فيها حب كبير قوي. انت الكينج اوف كابس اصلا، ولو انت زمان ما كنتش واخد حجمك في العلاقه دي هتاخد حجمك. الشخص ده عايز يرجع ويديك حجمك اهو، عايز يعمل توازن، هيخليك انت ليك الاولويه في هذه العلاقه، ودي بدايه حقيقيه. ما تخافش، لو انت خايف انت خايف منه، مش بقول لك انت خايف منه، انت خايف يخذلك مره اخرى. فالنصيحه بتقول لك ما تخافش، بيحبك قوي، مش بقول لك بيحبك والله، بس هو لعب شويه من واقعه. برج الترابي، اعتقد برج الترابي وهوائي وفي مائي اهو، وعندنا ايه تاني برضو مائي برضو ناري، الناري اهو، وقلنا مين بس، وكل الابراج موجودة هنا في مشاعره. طيب هو بيحبك وشايفك ان انت خايف منه على فكرة، ونفسه منع عينه ان تسيبه بقى الماضي ده وترجعه تاني العلاقة تاني، نفسه مش يمشي لا، وعايز ياخدك وتروحوا بقى في حتة تانية بقى، ينتقل بقى لمرحلة تانية. ايه المرحلة دي هو عايز كده، بس هو لعب وممكن يكون بهدلك من الانتظار. انا شايفة ان انت اتبهدلت، انت انتظرته كتير قوي، يعني اللي هو فقدت الامل، احاول ولا قوة الا بالله. فقدت الامل في هذا الشخص، ممكن يكون كان بتاع بنات وبيروح ويجي مع بنات ولكن الشخص ده مقدم عرض. طب نشوف لك كده. طيب ايه هو العرض ده مثلا، او مش ايه هو العرض؟